الوطني، وهذا الشيء غادي يكون دياز. ابراهيم كيقول لك، كيتكلم لك لانه التوظيف ديال دياز في المجموعه الحاليه. ابراهيم عبد القادر دياز في الاخر. شنقريحة يعتقل سائحة مغربية بتهمة التجسس، وفي إطار الخنشالة وسرقة كل ما هو مغربي، غادي نشوف واحد الفيديو ديال مواطنة مغربية واللي تسرقت لها أو تسرق لها الديزاين ديال البسطيلة. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي الكرام، أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو اللي كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال. فقبل ما نبداو هذا الفيديو، رجائي منكم كالعادة الدعم لهذا الفيديو، اللايك، البارتاج، كذلك كتابة التعليق، واللي مازال ما اشتركش معنا مرحبا به في العائلة ديالو الثانية. فعلى بركة الله نبداو موضوعنا لليوم. وليد الركراكي اللي هو المدرب ديال المنتخب المغربي، اللي عنده رسائل مشفرة دائما في التصاريح ديالو او في التصريحات ديالو، كنشوفو بلي عنده رسائل مشفرة، وبزاف ديال الناس ما كيفهموش هاد الرسائل. فهو انسان واعي، انسان مزيان واعي بالاستراتيجية الرياضية المغربية، فهو صراحة احسن مدرب مغربي وتايق في راسو، وعنده واحد الاعتزاز وواحد الفخر بالهوية ديالو، الهوية المغربية. ففي واحد الندوة صحفية، صحفي مغربي مع المدرب الركراكي وليد الركراكي، والمعروف باللي الركراكي خلاق في المهجر، تربى في المهجر مع صحفي، واللي المفروض هاد الصحفي مغربي تزاد في المغرب وتربى في المغرب، يعني مغربي قوح. لكن المفارقه باللي وليد الركراكي كان كيقول ليه او كيقول الصحفي باللي هاد السيد راه سميتو ابراهيم عبد القادر، والصحفي كيكرر ويقول ليه دياز. المره الثانيه كيقول ليه هذا راه ابراهيم عبد القادر يعني دياز، الصحفي ما قدرش يقول هذيك ابراهيم عبد القادر، بدا كيكرر دياز. وهنا كيبان باللي الصحفي المغربي العقل ديالو مبرمج على دياز، العقل الباطن ديالو مبرمج على دياز، فهاد الشيء السبب ديالو هو العقده ديال الاجنبي والهويه التائهه. فالركراكي وليد زاد في المهجر متشبت بالهويه ديالو، ومصر يقول لي عبد القادر ابراهيم عبد القادر، لانه ما فاقدش داك الاعتزاز بالوطن والاعتزاز بالهويه الوطني، وهذا الشيء غادي يكون دياز. ابراهيم كيقول لك، كيتكلم لك لانه التوظيف ديال دياز في المجموعه الحاليه. ابراهيم عبد القادر دياز في الاخر. غادي نمشيو للخبر اللي فضيحه لهذا النظام العسكري الجزائري، واللي ما قدرش يواجه المغرب بشكل رسمي، ما قدرش يواجه المغرب دبلوماسيا عسكريا وحتى اقتصاديا، وكيضطر انه ينتقم من المواطنين البسطاء. فاطلقوا الرصاص حي على المواطنين المغاربه، اكثر من مره لصقوا تهم للمغاربه، لان كاين مشكل عندهم مع المغرب، عندهم مشكل مع النظام المغربي. غير يتلقاو شي صفعه كيف ما بغاتو تكون، صفعه دبلوماسيه اقتصاديه، فهما كينتقموا من المواطنين البسطاء، وهذا ما حصل للاسف مع واحد المواطنه المغربيه او مغربيه كتعيش بفرنسا، دابا ما صرح به الاقرباء ديالها مع الصباح او الجريده ديال الصباح. قالوا باللي تلقات دعوه من احد الاصدقاء ديالها في الجزائر، وقالت باللي غادي تلبي الزياره للجزائر، وغادي تمشي تزور حتى شي اصدقاء ديال عائلتها، بحكم انها هي من مدينه وجده وعندهم عائلات وعندهم علاقات مع جزائريين، فهي لبات هاد الدعوه وفعلا مشات للجزائر وخدات التاشيره ووصلت للجزائر، ويا ريتها ما وصلتش للجزائر. فبمجرد ما حطات رجليها في المطار بدات عمليه المراقبه، وفعلا هي حست براسها راها مراقبه، لكن ما تسوقاتش، قالت ما ديرش ما تخافش، ما عندها حتى شي علاقه بالمخابرات ولا بهذا الشيء. فقالت باللي هي ما عندها حتى شي علاقه بهذا الشيء، غادي يتبعوها حتى يشبعوا، ما يلقاو حتى شي حاجه، يمشوا بحالهم. لكن حصل العكس، هذا الشيء ماشي في الجزائر، المغربي في الجزائر كيتعامل بحال شي جاسوس، كاع المغاربه بالنسبه للنظام العسكري الجزائري هم جواسيس، هما اي واحد استغلوه كورقه ضد بلادنا وضد المغرب. حسب المقربين ديال هاد السيده، تم اعتقال هاد المواطنه، والمبرر ديال السلطات الجزائريه قال بلي داك الشخص اللي قدم ليها الدعوه باش تزور الجزائر كان طالع في واحد البث المباشر مع احد المعارضين ديال الجزائر في الخارج، فبالنسبه لهم هذا دليل على ان هاد السيده جاسوسه، مادام الصديق ديالها او اللي قدم ليها الدعوه
عنده علاقة أو يعني كتلع في مباشرات مع معارضين جزائريين، وبالتالي مادام جات حتى هي فهي حتى هي جاسوسة ومعارضة للجزائر، وهذه السيدة ما عندها لا علاقة لا بالمعارضين ولا بالتجسس. عائلتها لحد الان مصدومين لان بنتهم ما عندها حتى شي علاقه بهذا التخربيق. ام ديالها مشات لتونس ولحد الان مازال هي في تونس وكتنتظر التاشيره، هما رفضوا ليها التاشيره وكيحاولوا انهم يديروا لها محامي من تونس، بمعنى انهم باغين يوكلوا لها واحد المحامي من الدوله التونسيه. هاد المغربيه قالوا اصيبت بانهيار عصبي لان بصراحة راه صعيبة بزاف تمشي ما عليك ما بيك، ماشي للسياحة تسارى ودير صلة الرحم حتى يسخو لك تهمة ديال التجسس وتهمة خطيرة جدا. فاش حال شفنا المغاربة ما تقربوش لديك البلاد، هذيك البلاد راه كتقلب غير سبة للمغاربة، أي واحد يوصل عندهم فهو جاسوس. وحتى المغاربة اللي ساكنين في الجزائر وحنا ما كنعرفوش الظروف ديالهم علاش ساكنين تما أو علاش راهم تما، لكن راه اي حاجه يقدروا يديروها لكم غير باش يضربوا بلادكم ويضربوا المغرب. النظام ما كيقدرش يواجه المغرب دبلوماسيا مخابراتيا سياسيا اقتصاديا، فهو كينتقم غير من البسطاء. كذلك اخواني اخواتي غادي نشوف واحد الفيديو ديال الخنشاله ديال السرقه، هاد الدوله ما كيتقاضاوش، يعني المغاربه كيخرجوا وكيفضحوهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سرقتوا لنا هذه ديالنا هذا التراث المغربي، لكن هما ما كيحشموش، كيخرجوا في التلفازه الجزائريه الرسميه بالتراث المغربي سواء قفطان المغربي سواء الزلج المغربي سواء يعني اي حاجه مغربيه وكينسبوها للرسوم. اليوم واحد الفيديو ديال البسطيله فشوفوا معايا. السلام عليكم، كي دايره البنات؟ لاباس عليكم؟ واش تعاودوا بلا ما تكتب ليا شي وحده في التعاليق جيت ندير الفتنه؟ انا ما جيتش ندير الفتنه، انا جيت نهضر على حقي اللي هو ديالي. واخا غادي نحط لكم دابا الفيديو باش تفهموا. عندي واحد البسطيله انا درتها في 2022 سطروا على السنه، حتى كنتصادف بلي واحد القناه جزائريه جايبين واحد خيتي فهي جزائريه حتى البسطيله ديالي بلا ديكوراسيون ديالتي، ولكن شتان بين لا ديكوراسيون ديالتي وديالتها، يعني الاصل كيبقى اصل. وكتقول لهم هذه بسطيله تنديروها في تلمسان وتنستعملوها في الغرب وفي الشرق وداكشي ديالهم. واش ما خجلتيش؟ ما حشمتيش في رمضان تكذبي؟ سرقه حاجه ديال البلاد وديال واحد السيده اللي زادت عليها اللمسه ديالها الخاصه وكتقولي جزائريه؟ شفت واحد البسطيله تاع تلمسان عجبتني، la présentation, le goût, parce que j'ai eu la chance de déguster un tout petit peu pendant la préparation. Cette spécialité de l'ouest de l'Algérie, قلت لهم في الجزائر تصيبيها بسطيله في الغرب، تصيبيها الرزيمه في الشرق تصيبيها. وهذه هي البسطيله ديالتي البنات اللي دازت في 2022، وغادي نحط لكم التصويره ديال اليوتيوب باللي فيها 2022. ها انتم البنات شوفوها في التاريخ، راه هي عامين مكتوبه في التحت، وها هي البسطيله اللي داروا البارح. شوفوا عباد الله وحكموا، زعما هذه كلها صدفه. يكفي، واه استحملت الميساجات ولي كومونتير الرايه الجزائريه وهذه جزائريه وبركه ما تشفري وبركه ما تشفري وبركه ما تشفري، علما انه ما كنشفر حتى شي حاجه، وغالبا الغوسات ديالتي لا ما كانوش كاملين، البنات يشهدوا لهم بانهم كتكون فيهم لا غوسات ديالتي باللمسه ديالتي الخاصه، يعني دائما كنزيد شي حاجه ديالتي ما واخداها من حتى شي حد، يعني دائما خصني ندير شي حاجه جديده اللي كنتميز بها باش يجي حد يقول لي كسرقي البوراك وهذا. واش حنا ماشي شعب؟ حنا راه من نهار حليت عينيا وحنا كنديروا لي سيكار، ما فهمتش انايا اللي شفتوها ديالتكم اللي ما شفتوهاش عندكم فيها النص. انا قايلكم ما كنبغيش نخاف هذا الصراع، ولكن توصل الوقاحه ان شي حد يهز لي البسطيله ديالي وينسبها البلد، فهنا يكفي زدتو فيه راه حشومه. من طبيعه الحال لا اعمم، كاينين ناس جزائريين الله عمرها دار من بينهم صاحبتي، وعندي صاحبتي جزائريه، ولكن ما غاديش نسكت على حقي انكم تهزوا بسطيلتي وتنسبوها لكم وديروها في التلفازه بلا ما تبحثوا ديال من وماشي ديال من. بسطيلتي كانت في 2022 وديالتكم تحطت في 24، حشومه وعار. البنات حكموا بالحق، واي جزائري ولا جزائريه عطاتو خاطرو انه يكتب كومونتير هنايا مع انني منات الحق، فكنقول لك لا حول ولا قوه الا بالله، وهذا رمضان ما سمحت لكم، عطيونا اتساع، خليونا نعيشوا هانيين، لان كتقولوا كنديروا الفتنه، والفتنه اصلا كتجي من عند ناس ديالكم، يعني قولوا ما تهضروا معنا حنا، هضروا مع الناس ديالكم. بسطيلتي كندافع عليها دائما، والبنات عارفيني بان اللي درت شي حاجه ما كنبغي حتى شي حد يهزها ليا وينسبها لي. تهزها وتقول ديال حنان مرحبا، ولكن تهزها وتنسبها لك فهنا ما غاديش نسكت. في قناه سميره الكرغوليه بطلة السرقه، سرقات من قناة حنان مستر شاف،
واحد البسطيلة وقدمتها على أنها جزائرية، قدمتها على قناة جزائرية على أساس أنها ديالهم ومن تلمسان. فصراحة بزاف هاد الشيء، بزاف هاد الشيء من هاد الناس اللي ما عندهم لا أصل لا نفصل لا كرامة. فكنعيا وكنخرجوا وكنقولوا بلي سرقتوا هادي سرقتوا هادي، سرقتوا القفطان سرقتوا المسمن سرقتوا الرفيسة سرقتوا هادي سرقتوا هادي، ولكن كترجعوا نفس السرقة، وسرقة غبية، كتهزوا الديزاين نفس ديزاين وكتحطوه، ما كتحطوا فيه حتى اللمسة ديالكم. لكن هذا هو النتيجة ديال واحد الدولة اللي غير تصنعت، ما عندها لا أصل لا نفصل لا تاريخ لا تراث. فإخواني أخواتي وصلنا النهاية ديال هذا الفيديو، تحية لكم كبيرة، شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.